المشاهدين اهلا وسهلا بكم. احنا متواجدين في ضواحي المسكي والتابع لي عملت بولمان بعد ما درنا واحد زياره ميدانيه لهذا المسكي اللي هو كيعرف واحد كيعرف العديد من الزراعات مثل البصل البطاطيس ثم الى اخره. هذه المنطقه هذه واحد المنطقه اللي هي منطقه جبليه ومنطقه بارده، واحد الجو فيها عظيم. هنا جينا اليوم كصدفه مع السي عمر اللي كتشوفوا امامكم، اللي هو ممثل الشركه اللي طلب مني باش ندير واحد الزياره انا وياه لهذه المنطقه هذه باش نشوف بعض الناس ديالو. وجينا ولكن ولله الحمد هذه المنطقه هذه واحد المنطقه اللي هي جد هائله. هذه المنطقه هذه واحد المنطقه اللي كيخصي يعطيوها الاهميه، بينه هو نظرا للبروده ديالها ونظرا للارتفاع ديالها اللي هو 1743 على سطح البحر، متر على سطح البحر. هذه المنطقه هذه اللي هي واحد المنطقه اللي ما بين تيم حديث المسكيكو، فشرحنا متواجدين هذه. هذه المنطقه هذه كما كتشوفوا واحد المنطقه اللي هي بلد زراعي، اللي كتشوفوا الناس دابا كيوجدوا وكيهيو الاراضي ديالهم باش يمكن لهم ان شاء الله من هنا المارش ولا شي حاجه باش يبداو في زراعه البطاطيس وزراعه البصل وزراعه الخيزو وزراعه الثوم الى اخره. بينما هذه المنطقه هذه واحد المنطقه اللي غادي نقول لكم فيها باللي الخضار ديال هذه المنطقه هذه راه اللي ما كلاهمش، هادو راه ما كيحتاجوش دير فيهم اللحم، واحد الخضار عندهم بارك الله لذيذه جدا. بينما الجو ديالهم والتربه كتاكل الخضره ديالهم ما كتشبعش بها، كتشبعش فيها. لذا هذه المنطقه هذه لابد لولا زعما عطاوها الاهميه، بينه هو كتشوفوها ما فيها حتى شي حاجه ديال الاشجار المثمره، والاشجار المثمره اللي كتعرفوا في هذه المنطقه هذه غادي يجي التفاح تبارك الله احسن، بينه هو البروده متوفره والبروده انتم كما كتشوفوا. وغادي نشوفوا حتى السي عمر اللي هو حتى هو والمراجل هذه المنطقه هذه يعطينا حتى هو الراي ديالو على هذه المنطقه. السي عمر كما قال السي محا، السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. كما قال السي محا المنطقه كما تتوفر مزيانه على التربه المزيانه، ودابا خاصها غير شويه الخدمه شويه يعطيو ليها الاهميه. والماء هذا العام ناقص، الله يرحمنا يرحمنا بشي شتاء في اقرب وقت، الله يرحمنا بشي شتاء، لان الناس راه موجوده وزعما يعني الارض وجدوها وهادي، وتتسناو غير شويه التساقطات المطريه ان شاء الله باش تحل لهم الباب. كما تتشوفوا هذه البلاد هذه الزرع مشى يعني حبس مره، كما تشوفوا دوك الناس هما موجدين حارتوا البلاد وهذه، ولكن الماء ناقص يعني تتمنوا من الله التيسير من دولة. وكما تشوفوا هذاك الفلاح والثاني هو راه سرح السنته ديالو، الناس كيوجدوا ووجدوا باش يديروا البصله ويديروا البطاطا ويديروا الثومه ويديروا سميتو، ومع ذلك الماء هما تيضربوا مع البيار. يعني الله يغيثنا والله يرحمنا، ونتمنوا من الله التيسير من هنا لقدام ان شاء الله. والسلام عليكم. كما قال سي عمر كنتمنوا ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يغيثنا في اقرب وقت ان شاء الله. بانه كتعرفوا هذا عدم تساقطات المطريه والثلجيه في الوقت المناسب راه ما كتكونش الفرشه المائيه الكافيه، وما كيكونوش الابار، ما كيكونوش هذا الشيء ديال الوديان والسدود، كيكونوا ناقصين 50% ديال الماء. وكما تعلمون هذا الشيء ديال زراعه الحبوب دابا اللي كتشوفوها امامكم اللي هي كنطلبوا الله يغيثها برحمته، بانه إلا جاب الله شي شتا دابا راه تقدر تعالج. هذا هو اللي بغينا نطلبوا لكم. وفيما يخص هذا الشيء ديال الأشجار المثمرة، بعد ما تكلمنا على هذا الشيء ديال الأشجار المثمرة وشحال من تساؤلات على هذا الشيء ديال الإزهار المبكر، كما تعلمون هذا الشيء ديال الإزهار المبكر راه كيعود للجفاف ديال 2021 وزيد على 2022 اللي الفترة ديال 2021 كنعانيو من الارتفاع ديال درجة الحرارة اللي ناقصها تقريبا 50% ولا 60% ديال الماء في الآبار وفي السدود. هذا هو اللي جعل التأثير على الأشجار المثمرة، وجعل التأثير على المراعي، وجعل التأثير على الفرشة المائية وعلى المحاصيل الزرعة بصفة عامة. لذا كنطلبوا الله يرحمنا، بأنه هو هذا الشيء ديال الإزهار المبكر راه عشناه، بأنه أنا من 1974 وأنا في منطقة تزرو إلى يومنا هذا كان بحال هذه المشاكل، ولكن ربي سبحانه إلا بغى يعطيها لنا أمر تعمل. لذا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحمنا في أقرب وقت باش يمكننا إن شاء الله نتفاداو هذا لو ريسك ديال هذا الشيء ديال السيشريز إن شاء الله. وتحية لكم من المسكين مع السي عمر مفتي الشركه اللي احنا متواجدين فيها الى فرصه قادمه ان شاء الله يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022.
الى اللقاء. بارك الله عليكم والسلام عليكم وشكرا سموحه، تبارك الله عليكم.